شعب مصر الابي ان تعقيد الظروف الدوليه والاقليميه فرض علينا في مصر تحديات اقتصاديه كبيره لم نكن لنصمد امامها الا بما حققته اراده شعب مصر العظيم التي شيدت خلال السنوات القليله الماضيه اساسا متينا يعيننا باذن الله على عبور التحديات الراهنه ودعوني اقول لكم بكل الصدق ان الله قد اراد لهذا الجيل في بصر ان الله قد اراد لهذا الجيل في مصر ان يحمل البلد على كتفيه وان يعبر به جبالا من الصعاب والمخاطر وانني اثق ان هذه المهمه المقدسه التي تقع مسؤوليتها علينا جميعا ستبقى شرفا يذكره التاريخ لكل من تحمل في سبيل هذا الوطن وانتصر له اثق ان مصر ستبقى باذن الله قويه بصمود وتضحيات ابنائها وسباقهم الزمن لتحقيق احلامهم وايمانهم بحقهم وحق بلادهم في مستقبل افضل تتحقق فيه المكانه التي تستحقها الامه المصريه بين الامم وختاما واذ اجدد التهنئه الخالصه لهيئه الشرطه في يوم عيدها واشيد بدورها البطولي في حمايه المواطنين والحفاظ على امنهم اؤكد ان الدوله بكل طاقاتها وامكاناتها يعمل على تحقيق الامن بمفهومه الشامل